فالصيام نعمة من الله ورحمة من الله وتوجيه من الله لعباده الخير، ولهذا سماه جنة، الصيام جنة. والجنة ما يجتن بها عن في القتال عن السيوف والرماح، هذه جنة. فالصيام جنة أحدنا من النار في جنته من القتال، يدفع الله به عنه شر الدنيا والآخرة إذا أخلص وصدق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد من القاتل فليقول إني صائم. يرفث الرفث الجماع وردي وكلام، ولا يسخب لا يفعل لا يتكلم بما لا ينبغي، فإن سابه أحد أو قاتل فليقول إني صائم. ولهذا يقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم نطقك سواء.